اهتمامات الدولة النهاردة زي ما هي يعنيها على الدولة الحديثة من حيث العمران على مستوى المدن في نفس الوقت وفي نفس التوقيت بتعنيها على تراثها وعلى مبانيها وعلى تاريخها المعماري والعمراني. بنشتغل على تحديدا قلب المدينة، قلب القاهرة، القاهرة التاريخية والقاهرة الخديوية، واللي احنا بنحاول ان احنا نستعيد رونقها وبنحاول نستعيد جمالياتها من خلال المشاريع اللي بتعتني اكتر بالصورة البصرية، لان جزء من الاهتمام بتراث المدينة بينعكس بشكل عام على هوية المدينة، بينعكس على انتماء الناس وحبها للمدينة. بعد ما بدأنا بميدان التحرير واستعاد رونقه مرة تانية، وده يمكن الدنيا كلها شافته ضمن الاحتفال بنقل المومياوات الى المتحف الحضارة، بدأنا بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء لوزارة الثقافة ان يبتدي التجربة دي تتكرر في معظم الميادين اللي في وسط البلد. دخلنا في مشاريع لإعادة صياغة الواجهات مرة تانية، ثم وضعنا رؤية بقى، وده يمكن من أهم حاجات في المشروع النهاردة، إن إحنا كل المحلات التجارية اللي في مسار الحركة المشاة في وسط البلد النهاردة بقت موحد ألوانها، موحد الصورة البصرية بتاعتها، طريقة كتابة الإعلان عن المحل.